الحارس سعيد الحربي. المحاولة الشلهوب مرة ثانية وهذه المرمى ينجح بها. جول هلالي. الشلهوب الأولى تخيب والثانية تصيب وبالتالي هدف هلالي مبكر. الهلال يتقدم مع الدقيقة السادسة. هي من نفس المكان ضرب الحرة المباشرة. الشلهوب أخفق بالأولى وذهبت إلى خارج أرض الملعب، حملت معها خطورة. الثانية أبدا يضعها الشلهوب والملهوب في المرمى الشبابي معلنا عن هدف هلالي مبكر في هذه المباراة. شوف كرة الشلهوب على طول جول. يا سلام، أعسر القدم محمد الشلهوب، أعسر القدم الموهوب محمد الشلهوب، يضع الكرة في شباك الشبابية. طارق التايب يهيئها للشلهوب والشلهوب بيسارة مباشرة للمرمى عن يمين سعد الحربي. تكمن صعوبة الكرة بأنها اصطدمت في الأرض. واضح أن الشلهوب في هذه المباراة يدقق كثيرا في الكرات الثابتة. وأيضا ينجح الخبير الرياضي الكابتن خالد كبير، سجل نجاحاته في المواسم التي أمضاها مع الفريق الشبابي. للموسم الثالث على طيف كانت له سجلات كثيرة على الصعيد الدولي من خلال مشاركاته مع منتخب